علامتي كانت كتير منيحة. ممتاز. يلا لازم أروح. طيب مع السلامة. صباح الخير لافاند بيك. صباح النور. بارح كان صاير معي مشكلة بالبيت. أخي محمد وبابا يعني ما كانوا عم يصدقوني، بس هلأ الحمد لله صاروا عم يصدقوني. من زمان ما شفتك مبسوطة. يعني طبعا أنت ما فهمت مني شي لما حكيت، أنا على أغلب مفكر إني جنيت. لا ليش لحتى فكر هيك؟ ما فكرت هيك بنوم. أمير كمان رح يصدق. أنا بعرف إني رح أنجح، يعني بجوز تكون هاي فرصتنا الأخيرة، وأنا رح أخلق هاي الفرصة. أنت دائما اعملي الشي اللي بيريحك فريحة وبس. شكرا لك. يلا بشوفك. أمير أنا عم استناك فوق بقسم العمل. شو قلت هالذوق تبعها هي؟ كيف بتتجرأ وبتحكي عن الشغل بالمشروع؟ أكيد أنت ما رح تروح تشتغل معه، مو هيك أمير؟ بخاطرك شانسو. هاي ليكني اجيت. أهلا وسهلا. شو فريحة عم تتمسخري علي؟ ليش؟ مو بدنا نشتغل على المشروع؟ يعني شو بدك مني هلا؟ أنا ما رح حاول أحكي مشان ما تحكي بنوب، وما رح تضطر إنك تشفق علي. فريحة شو عم تعملي؟ ليك نحن بدنا نشتغل سوا، مدام أنت طبت فهلأ فينا نبلش بالشغل. على فكرة ما رح أشرح لك شي إلا وقت أنت بدك تسمعني. ظاهر بدك تعملي حرب أعصاب معي. ماشي مثل ما بدك، تعالي لحتى نشتغل. يا ريت لو بولاند إجا معك. هاي الشغلات بالنسبة للولاد بهذا العمر شغلة مملة كتير. ايه طيب كيف لقيتي البيت؟ عجبك؟ حلو، لطيف، واسع. شو يعني؟ بظن انه فينا هلأ نبلش بالأمور المتعلقة بالديكور. كتير حلو. لوين رايحين؟ عالفندق. عالفندق؟ صار هلأ في نادي بالفندق، يمكن سمعتي فيه. إذا مزعوجة مانك مجبورة تجي، فيكي تنزلي. لا ما في مشكلة. في شوية مشاكل بالتصوير شايف؟ خود بعدين منكمل. ماشي. أهلا وسهلا. أهلين. كيفك؟ الحمد لله كتير منيحة. شو هذا كمان؟ هذا ابني بيحب المفاجآت. مرحبا فريحة. مرحبا. أنا بتمنى أنه مفاجأتك المانا منطقية يكون في إلا سبب مقنع. نحن أجينا لهون مشان نشتغل بالمشروع. شلون بدكم تشتغلوا هون؟ يعني الأفضل إني نشتغل بمحلي سيناب خانو. أمير فينا نحكي شوي إذا بتريد؟ أنت شو عم تحاولي تعملي؟ هالشي ما بيخصك بنوب. رح نشتغل هون وأنت ما تتدخل بنوب بابا. ما بدي أي مشاكل هون يا أمير أبداً، عم تسمعني؟ ما بدي أي مشاكل مع سينام بنوب. سينام؟ شكلك رجعت لعادتك.
تلتزم حدودك وما تعمل لي مشاكل. فينا نشتغل إذا خلصتوا حكيكم؟ شو رأيك نبلش؟ أنت عم تتسلى أمير؟ عم بتسلى؟ بعرف شو عم تحاول تعمل. أنت عم تحاول تحطني بموقف صعب. جبتك لهون لأنك أنت بتعرفي هالفندق منيح مثلي فريحة. هي حرب الأعصاب تبعك؟ إذا حابة نشتغل لنبلش، وإذا ما بدك روحي وحاولي تقنعي لافاند. هذا المحل محلي ومشروعنا هون بدي أشتغله. عم تعمل هالشي مشان أترك ما؟ بس ما رح أترك أمير. اسألي أمير. على شو عم تدوري فريحة؟ يعني بعد قصة الصورة ولساتني عم بتطلع بوشه. إذا متضايقة روحي جني هلأ. عم تطلعي بوشه لأمير؟ وأنت عم تبكي؟ فيني اقعد؟ طبعا. اسفه كثير، بعتذر عن جد. انا اسفه، صدقني ما كان بقصدي. خلص مو مشكله، بيتنظف. الشيء اللي حكيتيه امبارح كان غريب كثير. غريب؟ لاني قلت لك الحقيقه بوشك؟ كيف فيك تكوني متأكدة هيك؟ إيه لأنه أنا بعرفك، يعني مو أنت بالضبط بس هالحالة بعرفها كتير. يعني قصة قديمة؟ تقريباً، يعني اضطرينا نقول إنها قصة قديمة. نحن ما كان في بيناتنا كذب، بس كمان حبنا كان مستحيل. مستحيل؟ لا تعبي حالك على الفاضي لأنه قصصنا مختلفة. مشكلتي أنا وفريحة أكبر من هالشي بكتير. خليني أشرح لك شخصيتها. هي شوي مترددة بقراراتها، وشوي ما عم تحس بالأمان، وكتير بتشك. التواصل صفر، والحب عم يغلي بيناتكم. أي الله يوفقكم لكان. لا تحكي هيك، بتضايقيني. أي أنت كمان عم تلفت انتباهي. كيف؟ يعني لأنه بتشبه واحد عم بشتاق له كتير. طيب أنتوا ما عاد حكيتوا مع بعض؟ أبدا، أنا بس عم بشتاق له.
مثلها هي. خلصت شغل، فينا نروح على الفندق؟ لو ما شفت الصورة شو كان رح يصير أمير؟ فريحة خلص لا تبلشي. شو كان رح يصير؟ أنت عم تحاولي تخليني عصيب؟ طيب أنت ليش قررت تترك البيت؟ شوفي احكي. لشوف لو ما شفت الصورة شو كان صار فريحة؟ كيف رح أعرف إنه اللي قلتي لي عنه شوفيرك كان خطيبك؟ كنت رح أخبرك لو سمعتني. مو لأنك صدقتني قلت رح تنتقل من البيت أمير؟ قلي لي شو بتفرق؟ شو بتفرق هلا؟ أصلاً أنا كل مرة بصدقك باكل يلي فيه النصيب، شو بتفرق؟ ماشي أنت مفكر إني بستاهل هالمعاملة، بس أنا ما بستاهل بنوك. يعني يا ريت لو بتقعد معي عن جد وبتسمعني. أنا بستاهل هالكذب؟ ما بدي أحكي بهالشي فريحة. إيه مزبوط، أنت ما بتستاهل الكذب، وأنا ما بستاهل إني أهرب منك. بس وقتها كنت مآمنة بفكرة إني أهرب. ليش هلأ مالك مآمنة؟ لأنه هلأ ما عاد في شي أهرب منه. نحن كشفنا وجوهنا لبعض أمير، بكيفنا أو غصبا عنا عملنا شغلات كتير سيئة. بكيفنا أو غصب عنا؟ الشي اللي قلته لما أجيت لعندك مشان الدين ما رح أنسى أبدا. بس أنا موجودة معك لأني حابة أنسى الماضي. فريحة قلت لك ما بدنا نحكي بالشي اللي منستاهله. حتى هداك اليوم أمير أنت عم تخبص، طبعاً مانك مآمن بهالشي، بس أنا بعرف. شو اللي بتعرفي؟ أمير لا تحكي. ليش أنت خايفة؟ أمير لا تعمل، أنا بعرف ليش عملت هيك. أنت معصب، أوعك تحكي عن الموضوع. أنا ماني ندمان على الشغلات يلي عملتها. أنا ماني ندمان فريحة. يا عم يا خسارة تركني. أنا ليش تصرفت هديك الليلة هيك؟ مشان وجع لك قلبي؟ ولا مشان زلبي؟ ولا مشان جربي؟ أو لأنه كان بدي إياكي؟ بجوز تصرفت هيك لأنه كان بدي إياكي فريحة، يعني ما بيصير هالشي؟ ها؟ يمكن السبب بسيط كتير. كل شي مثل ما منستاهله فريحة. هذا اليوم وهي الليلة ما رح خليك تنساها أمير، ما رح تنساها أبدا.
أنا ماني ندمان على الشغلات يلي عملتها. بجوز تصرفت هيك لأنه كان بدي إياكي فريحة. يمكن السبب بسيط كتير. كل شي مثل ما بنستاهله فريحة. أنا أجيت. وما في دين. وما في عرض. أنا هون. كل شي رح يكون مثل ما بدك. انتو شو اللي جابكن لهون؟ شوفي بولاند اختفى. Thank you.
شو صار؟ شو خلص انت ما عاد بدك ياني؟ هي كل شي صار مثل ما بدك. يلا ليكني انا هون. شو ما عاد بدك؟ لا ما بدي. انا كمان كذبت عليك. البسي ورجعي على بيتك. انا مو رايحة. شو ممكن يتغير حتى لو كذبت؟ فريحة روحي. ما رح روح. فريحة روحي. انا ما رح روح. اتركني اتركني. انت مو هيك. اتركني. همي بقى قال له كانت كذبة فريحة. لهون وبس. خلصنا. خلص. هلا كل شي انتهى. خلصت قصتنا. انتهت. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.